إلهي معنى يدي عدي كلمة أبوية يقال له الكتاب كلمة دا سوا معي ولا إله إلا الله معنى يدوا معي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا حتى تفاصيل كراء غريبة ومخترقة أبوها السميسطي ومعنى يدي حق أنا أنزل هاي والتوحيد أنصق هاي شركنا أن ليس كصار هاي حد لا إله إلا الله وفصيرك وفصير دليل كراء قرآن سقية السنة شرم حي عبد الله كتاب تتراك الشبهات وحكور فالعجل وممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار وحل يار له ضد الإسلام لما الشيقاني وهذا كلمة لا إله إلا الله معنى إذا عن كأقون انت جهال الكفار كي يقامين هو يعني أقول انت جهال الكفار كي يقامين عن كأقون الصبر وجهال الكفار محي قانين معناه يدل لي هاي التوحيد المعبود هو كوايري اجعل الالهة الها واحدة اتنقر ما يدل معناه يدل انت يعني هو كل ملك رقصها رياه لا خالق الا الله لا رازق الا الله لا مخترع الا الله اخراج اليقين واليقين الفاسد والادخال يعني ملك رواسه مقام بل يظن أن ذلك التلفظ بحروفها أن ذلك التلفظ بحروفها من غير اعتقاد من غير اعتقاد لشيء من المعاني بل قال كون وحي أم علينا معناها إن لا إله إلا الله أي تعي إن حروف تيد اللغة واقع وإن تبصر اللغة قرية والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله كون أسري سري وحوم مرين لا إله إلا معنى يدينه يعني إلهي ما ينعدك لحما ورط إلهي ما ينعدك لحما أرزاق الكواوات الكتارة إن لا إله إلا الله معنى إلا أبرط وسيدة الشيخ ويري هي الفارقة بين الكفر والإسلام وتإسلام كي يقالون لك أثار وهي كلمة التقوى هي العروة الوسطى وهي التي جعلها إبراهيم في عقله وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها ما هو تجدد كلمة قال لي نفق لغير هذه المعنى الجاهل لي فإن المنافقين يقولون هو تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار منافقين تبقى لا إله إلا أفقى وكلا عايش قدنا عجاب في النار سمرك اللي هذا إيه قال لك في وطي قال لي قال لماذا حد يتصل مع قول يصلون ويتصدقون ولكن المراد تجدد وحوي قولها مع معرفتها بالقلب إن كل واحد هذا معنى القلب يكدران يكي اعتقاده ومحبتها ومحبة أهلها هذا استعالك المدن أهل كذا التوحيد كانت تعال وبغض من خالفها ومعاداتها هذا هو عرون يعدك المدن خلافها وعلادري مجموعة التوحيد هي تأخذ كذا وكيري فكان معنى الواقع نباط إليه والدليل شاهدت أن محمد رسول الله شاهدت أن محمد رسول الله دليل كذا وحد قوله تعالى لك إله ويري لقد جاءكم وحيديه من رسول الرسول من أنفسكم نفينا كمدعي من جنسكم أجفوا جنسكي وروحوا يأجفوا بشر فيه وأبيل روح الله يا دكتور ويا عرب يا دكتور ولا هم الإسلام إذن كيبين كم يؤذن كيبين كبير وكيلاهين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم في أميين فإلهين وكسوا نحتها الرسول يا كمير رسول كنا يا رسول ملائك إلهين ومصدر رسول بشر إلهين ومصدر عزيز عليه كاسوا اكوا ابتكي ما عانتم اي عانتكم وحايدين كايدين ببيا حريص عليكم اذين كايدين كد جالي يعني حريص على هدايتكم ان الهنونتان بكد جالي وضل حقا عكسر له الشر بالمؤمنين رؤوف الرحيم بالمؤمنين مؤمنين توقرنا رؤوف من اترى الرحيم اقول حريص مركزات في مجرور كل صوه رمريين لرؤوف الرحيم بالمؤمنين ياس القوة هاي حسر موت السنية ورسول كيون حريصة وقرة المؤمنين تقولون حريصة أما كفارتا وكيلاه محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار قال له حوية وقوة لدد رسولك صلى الله عليه وسلم يا صحابة وكاد وعد الله سمعي محمد يا الرسول بشرة هو بشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس ملكا ولا جنيا
وبشر إلى هو أبو رجل وبشر كوا أبو رجل إذا صورنا إليه محمد بشر ما أقوى محي إلهي هو نور كسر ليه صورنا إلهي نمحو النبي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وعصر النبي محمد ونوحنا البشر يجيك وكلا لكن بشر سمحان داره يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد حل يوحي إلي إن الله حق الله حق وقرأ العابدة إذا نبي محمد بشر أبيه يا يابر محمد بن عبد الله يا أمين بنت وهب يا باري فبشر كأولى سام بولى سنين عن صلى الله عليه وسلم. أما حديث موضوعة قال كذا رأي كنت نبيا وآدم بين الطير بين التراب والطير نبي بان هايلو نبي آدم عيد يد وضوء بحية هذا حديث موضوع سال العلم واهتمامه قلت شيء يا حديث كود ليسرين مقلي مال اللي ويد الله أهل البيت كبني آدم بما أهل البيت كبني آدم بما هبوس والضوام حاج يلو نبي آدم دائر كريم بي أهل البيت كتيري بول متى بشر كريم بني آدم كنبي آدم كفر عليه وكم إدماع وهذه السخافة ومعنى شهادة أن محمد رسول الله معنى يدو حويا طاعته فيما أمر وعلى الله لو صدتك أمرين لقواب يا طاعته لقواب يا فيما أمر في جميع ما أمر وعلى الله لو صدتك فعل لقواب يا ولا لي ما أمر أما أمر واسبا مغلق أما أمر مستحق سايدين يا أمر إحباء سايدين وتسيقوا إلى غير ما يسر رسولك فيما أخبروا حقورا ما لدي حديث صحيحي هاي ولا عقل قاد لها كوين هذه إن أدروا ما يسواتي كتار شاهدت أن محمد رسول الله يا رسول الله يا رشاد كمت والسلاب ما سيد وإن لقد يراد عنه أنها ضدك وكنا هي هو جزر وكير يوم إلى الصبعين وأن لا يعبد الله إله وإن اللقوع عابد إلا بما شرع وحو الشرعين وإن وحك لوين اللقوع عابد مركا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم مركا الليل نهي أشهد أن محمد رسول الله معنى دوا محي معنى دوا حوية رسولك وحى الله روحي وإن أمره إن يلقوا أبداعنا وحى الله روحي نودي دنين وكفه قام وحي وراء ونرشى دنين رمي صنف إلهي لأنه يكون عابدنا سندك يشريع عبد الله سبحانه وتعالى وسوديه مالك الله أعلى أنكرت أشيخ ملك لطاعته فيما أمر تسيقه فيما أخبر اجتناب ما عنه نهى وزجر يعني أنت سكوب في الله مدوك الضبط لكي وأن لا يعبد الله إلا بما ترى وذوك الضبط لكي ذلك غار كور أي رسولك ورسولك صلى الله عليه وسلم موحي وأمره على الله يعني اللي نادان وحي رسولك ودي لنا وكبير الله وحي وراء رسولك ولي لنا ورميان طيب ما هي مشكلتهم حان مشكلوا يدير كود مركا وياي لكن يعبدون الله بالبدع والأهواء بيد رسولك ورمي حلا روح ورسلنا ورمي وحي رسولك ورسلنا ورمي ورسلنا ورسلنا صلاة جليس كان ينصر في حج وهكذا وحي رسولك ودي لنا وكبير الله لكن مشكلات الحيثات لكن بعض في عبادات تمرك الله قلط أيها إله إله كل عابد يمتلع حال إلهي الشرعيين يا محمدنا المشيدي إياها ودود لك أشياء تاسمه وضب أحدها شيخ محيري وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وإسلام كوحه كتاليه لبا أساق الأساس الأول أن لا يعبد إلا الله إلهي ما رعدك لوين العابد أتوى التوحيد أصافك الله بعدنا أن لا يعبد الله إلا بما شرع إله وإن اللقوع عابده وحو الشرعيم وإن وحك لك أصافك وروحك كتور كيدا مجعيس يا شيقيا أن لا يعبد إلا الله حكى كتور كيدا الشرك أصافك الله بعد أن لا يعبد الله إلا بما شرع البدع هي كتور كيدا وأنا الله بعد الرماد يقفت عمل في سهدياء القلال أن لا أقبلها هنا دو الشركة عمل كاقة ولا أقبل ما هي بدعة كاقة شرع كدعا إلهي كأقبل ما هي من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد
ودليل الصلاة الصلاة دي وحاو دليلية والزكاة الزكاة هي والتفصيل التوحيد كتفصيل في سواحه الدليل معنى هذا صدح الله كل منك قوله تعالى هذا القيل هؤلاء وما أمروا لما أمرين إلا ليعبدوا الله إلهنا عابدان موياري مخلصين الله إيقوا إلهي أجاري إلي أبرح احتراهي الدين عبادة فنصاح عليهم كوباد الكثير كصول لحنية وحد التوحيد كصول لحنية ويقيموا الصلاة الصلاة دين الأوغان ويوحك لما أمرك ويؤتي الزكاة الزكاة إلى الدحياء وذلك أرن كاسينا دين القيم أي الدين القيمة ومن باب إضافة الموصوف إلى كفته ودين في قيم كاي دين في بمعنى صوت مدون مركز محيز دليل طاي صلاة دين الزكاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة توحيد كنا يدوا فصير توحيد كوامح وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وانت اسمحي لنا عن تعالي لا إله إلا الله إن إلهي عابدان بالا أمري إلهي عبان هيكيني عابدان ولدي دين القديم نمعنى الوحوية والدين في توفنا الوحق الله عن الله والدليل الصيام الصوم كنا وحاو الدليل قوله تعالى هذا الكلام يا أيها الذين آمنوا قوة مؤمنين فهي كتب عليكم وحليهم كفر الياهي الصيام الصوم كنا عليهم كفر الياهي كما كتب صلى الله كفر الياهي على الذين قوة من قبلكم يجين كيدين كوري لعلكم تتقون سياد إلهي وبقتان والتقوى الصوم كانوا قد جياسة سمعنا الصوم كوة على الشرعي من أجل أن يزداد الناس منه التقوى شاهدتك التقوى وذكر الصدع إذا الصوم كان الله يغفر الليل وحان إلهي تلمامي إن أنه يقول اللي يغفر الليل وما ديه ورانه يغفر الليل كما كتب على الذين من قبلكم والدليل الحج حج كان وحاوه الدليل قوله تعالى هذا الكلام ولله إلهي وحاوه سبناضي وعلى الناس الضبط وقوه السبي حج البيت قرقه إلوه حجيه قرقه نواك عبده من استطاع أبو إلهي واشبك كل يكاوود سبيلا وضع إليه أمره حتى ومن كفر كفرية حتى واتن مجلس الضفرة فإن الله إلهي غني كافتون يهضى البكي عن العالمين مخلوقات قدر وضعك حتي وهي أما حتى واتن مجلس الضفران يعني مدن إلهي وحسن قرية أمين إلهي سبحانه وتعالى وحسن قطامية إلهي سبحانه وتعالى ومباعا طيب المرتبة الثانية مرتبة اللبات يكمل إيه مراتب الإسلام مرتبة قوام الحياة مراتب الدين مرتبة قوام الحياة الإسلام مرتبة اللبات هو الإيمان إيمانكم مركا أهل السنة وحي كنت عريشيان إنو ياهي إيمانكم اعتقاد بالقلب من قلبك لقاء آمين لقاء اعتقاده وحالله روح اللي نقوة كبيرة من الاعتقاد وقولا باللسان عرب كمان لقاء غدا واقع شهادتين وعمل بالجوار وحي الى هاي وانا امرينا انا نحبنا هنا نخص مينا وحي الى هاي نودي لنا انا نستبين ايمان تصدح هذا المود بتكوبين اعتقاد قلبك هي قول عرب كالغي هذا هي عملك عبادات كيار الصمين انت با ايمان كلمة اهل السنة ساسة يا نسي انت با ندل انزل يا باي ورسول كوحر صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان إيمان قوى دولة تضرات الله قوى وحاولت الرأي لاقيت قول لا إله إلا الله قولك لا إله إلا الله أكثر هذا إيمان كأن يكمل يا رسول قتل الموت وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إيمان كوحوها وفي قيديسة إن أبو وضبه وحفظك اللي بدأت كله وعمل بيكاتنا عمل كل إيمان كمل بيكات جريل والحياة شعبة من الإيمان حياتنا وما حشوتنا وعمل قلب بوصمية كأعمال قلوبنا إلى إيمان كمثال أي حديث كدريري اعتقال هذا نقص الله إيماننا إيمان الإيمان الله وحي نقود دليلة كل منافقين تعالى سبحانه وتعالى وتلمامي من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين أبكي كل المؤمنين بأن ما هي قلبي هناك كما يغمين
قيمة صدحة.